والصلاة والسلام على رسول الله. معكم سعد الله مطول أحمد اسكندر، تابع لمديرية حرس بلدية طرابلس، بناء تعليمات مدير فرع حرس بلدية طرابلس العقيد رمز هدية. ودتنا معلومة نحن من المواطنين بوجود أحد الحوايج بالتحديد هنا في منطقة سايح، في سايح بالتحديد، اتجهنا لعين المكان بوجود سيارات فيه مخلفات طبية يعني أعضاء بشرية وحاجة زي هذا. حسب المعلومة الواردة اتجهنا للمكان المعلوم بالتعاون مع ثلاثة أربعات، جهاز ثلاثة أربعات واللواء ثلاثة أربعات ومركز حرس بلدي قصر البشير. جينا لعين المكان وجدنا المركبات نملة بزاف بالكامل، مطفيات وفصلهم يعني شو نسمى هذا؟ هذه المشيمة، هذه نتاع النساء، ولادة نتاع النساء المشيمة. تفرج بدون تكييف يعني السيارات نتاع النساء كلهم هي شركة مشيمة. معروفة، وإحنا ممنوع لنا ذاك اسم الشركة هذه لعدم الإشهار حتى يتم تحقيق الموضوع. هي كيف المشيمة وهذا الدم شوف طحن بشوي طور عاود تجيش بسرعه كان بشوي خلي بشد واضح للمواطنين. هذا الوسائل درسات هنا باش نوريهم مكتوب على اسم الشركه، قريب 8 سيارات 9 سيارات مع وجود الضاغطه وموجود الضاغطه معاهم هنا. تم ضبط المكان وحضور صاحب الشركه وحضور ضبط تحقيق الحبس البلدي، وطبعا كل الشكر للواء الثلاثة أربعات على حضورهم وتعاونهم معنا، وإن شاء الله نضبط في الإجراءات القانونية. شكرا وبارك الله فيك.